انطلق المؤتمر الدولي الأول لحماية الآثار في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بحضور عدد من الدبلوماسيين والخبراء الأوروبيين بمجال الآثار. خلال المؤتمر ناقش خبراء الآثار الليبيون مع نظرائهم الأوروبيين سبل حماية الآثار الليبية من النهب والإتجار والتخريب، وذلك بالتزامن مع دعوات مراقبين ليبيين لإنقاذ تراث بلدهم وحمايته من مهربي الآثار الذين استغلوا حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته البلاد خلال 13 عاما الماضية. النتائج التي من المفترض أن يخرج بها هذا الاجتماع هو فهم جيد لهذا الواقع والاستفادة من الخبرة لدول الاتحاد الأوروبي في موضوع مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وأيضا توجيه الدعم من خلال المنظمات والمؤسسات المعنية بحماية وحفظ التراث الثقافي من توجيه أنظارها إلى المعالم الأثرية في ليبيا ومحاولة توجيه هذا الدعم لإنقاذه. تفاصيل أوفى عن هذا المؤتمر الذي عقد في طرابلس مع مراسلنا من هناك منير الأشهب. منير، طيب يبدو أن الاتصال انقطع مع زميلنا منير الأشهب، سأعود إليه بعد عودة الاتصال. نبقى في الشأن الليبي. ناقش نائب رئيس المجلس الليبي عبد الله اللافي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ناقش سبل عودة الشركات الروسية لا سيما شركات النفط والغاز للعمل في ليبيا. جاء ذلك خلال اللقاء جمع اللافي ولافروف بالعاصمة الروسية موسكو، حيث أكد وزير الخارجية الروسي دعم بلاده للاستقرار في ليبيا وتشديده على ضرورة إجراء انتخابات تشمل الجميع وإخراج القوات الأجنبية ومساندة عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. عودة إلى طرابلس، ومعي من هناك مراسل الحدث منير الأشهب. منير، مرحبا بك. أي تفاصيل حول هذا المؤتمر الذي عقد في طرابلس لحماية الآثار؟ نعم، أهلا بك. يبدو أن هذا المؤتمر بالطبع يأتي في إطار عملية استرجاع الدولة الليبية للعديد من الآثار التي نهبت وسرقت وأيضا حولت خارج ليبيا للعديد من الدول الأوروبية وغيرها من الدول التي هربت لها هذه الآثار. ليبيا قد استرجعت في مرات سابقة العديد من الآثار المنهوبة، آخرها كان منذ حوالي شهر قطعة أثرية قديمة كانت تتواجد في فرنسا عادت إلى طرابلس ثم تم استلامتها مصلحة الآثار. هذا يعني العمل من خلال الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصلحة الآثار الليبية هنا يأتي يعني في إطار بالتعاون أيضا مع الأجهزة الأمنية، يأتي في إطار ايضا يعني محاوله تضييق الخناق على الجماعات الاجراميه وايضا الجماعات الارهابيه التي استغلت الظروف في بعض الاوقات من خلال تهريبها للاثار واستعمالها كاحد مصادر الدخل. جزء كبير من الاثار الليبيه التي هربت جراء الوضع الامني المتردي او ما مرت به ليبيا خلال العقد الاخير من هذا من الزمن يعني استغلته بعض الجهات ومن بينها الارهاب في ايجاد مصادر للدخل عبر تهريب الأثار خارج ليبيا وأيضا حتى بعض المهربين الآخرين الذين يسعون إلى جمع المال. أيضا عمل كبير قامت به الدولة الليبية من خلال يعني أجهزة الأمن الخارجي أو المخابرات وأيضا من خلال العمل الدبلوماسي من خلال وزارة الخارجية بالضغط على الدول التي وصلتها هذه القطع الأثرية. نتحدث عن العديد من القطع الأثرية التي عادت من إسبانيا ومن البرتغال وأيضا من فرنسا، أيضا بعض القطع الأثرية التي تم استعادتها من الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عمل وزارة الخارجية وغيرها من الجهات الرسمية في الدولة الليبية. أيضا ليبيا هي منطقة يعني أو بلد يزخر بالأثار القديمة، هناك العديد من المدن الرومانية والإغريقية القديمة وغيرها من الأثار المتوارثة، وأيضا يوجد 8 مواقع يحميها اليونسكو تحت التراث العالمي. كل هذه المحاور لربما كانت موجودة خلال هذا المؤتمر لعمل وتنسيق الجهود بعد يعني بدأت الدولة الليبية في استرجاع هذه الآثار التي سرقت من ليبيا كما نوهت، ومن خلال أيضا كرسالة واضحة بعودة الاستقرار إلى ليبيا ولو
حتى بشكل نسبي يمكن العمل من خلال بالوساطة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو من أكثر الدول التي يوجد بها أثار مسروقة من ليبيا. نعم منير، يعني من المشاركون إن كان هنالك يعني معلومات حولهم، وأيضا متى سينتهي هذا المؤتمر وما المتوقع الخروج منه بصيغة نهائية؟ نعم، المشاركون هم يعني ممثلون عن دول الاتحاد الأوروبي الخمس الكبرى في الاتحاد الأوروبي، وأيضا خبراء ليبيون وخبراء دوليون من خارج الاتحاد الأوروبي. كل هؤلاء كانوا قد شاركوا وبانتظار يعني خروج الصيغة النهائية لهذا المؤتمر التي بالتأكيد تتحدث عن يعني العمل وتكثيف العمل على حماية الآثار واسترجاعها من الخارج، وأيضا على ترميم الآثار التي دمرت أو تعرضت لعمليات تخريب جراء الأحداث التي مرت بها ليبيا. هنا نتحدث عن كل المناطق في ليبيا التي تعرضت، أغلب المناطق التي يوجد بها يعني مدن أثرية أو حتى يعني متاحف إلى عمليات تخريب. كم سيستمر وقتا منير جراء هذه الأحداث التي من المفترض أن ينتهي في يوم غد كأقصى حد له، ولكن من المتوقع أن يمتد يعني هناك بحسب المعلومات أن هناك يعني إمكانية لتمديد هذا المؤتمر إلى أيام أخرى. نعم منير، كيف علق الليبيون على هذا المؤتمر؟ كيف رأوه الشارع الليبي؟ نعم، الشارع الليبي بالطبع بيكون مرحبا بمثل هذه المؤتمرات التي من المفترض أن تسترجع أثاره التي نهبت من خلال السنوات الماضية، وأي عملية يعني تدل أو تعكس عملية الاستقرار الأمني أو السياسي في ليبيا هي مرحب بها في الشارع. ولكن يبقى يعني العديد من الليبيين يطمحون إلى ما هو الواقع الآن خلال الشارع الليبي من خلال المعيشة اليومية، من خلال توفير يعني السيولة النقدية وأيضا توفير معيشتهم اليومية. لربما مثل هذه الأحداث هي مرحب بها، ولكن لم تلقى يعني ترحيبا او عفوا لم تلقى صدى كبير في الشارع الليبي. ولكن على المجمل هي مرحب بها، ولكن كما قلت لك ان الليبيون قد يبحثون عن قوت يومهم اليوم اكثر من الاهتمام بهذه التفاصيل التي تترك للجهات الرسميه والجهات الامنيه للعمل عليها. شكرا لك الزميل منير الأشب، مراسل الحدث من العاصمه الليبيه طرابلس.